والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي. بعد التحية، منظمة الفاو قالت إن مؤشر أسعار الذرة تراجع 10.7% وذلك في يوليو، ويرجع ذلك لأسباب منها اتفاق روسيا وأوكرانيا. برأيك هل يمكن لهذا الاتفاق أن يسهم في المزيد من تراجع أسعار المواد الغذائية؟ بداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا النهاردة بنشوف الاتفاق الروسي الأوكراني بشأن إعادة تصدير الحبوب من خلال الموانئ الأوكرانية، طبعا بيفتح يمكن ساهم في كسر موجة ارتفاع الأسعار اللي كانت مشهودة خلال الفترة الماضية، والنهاردة بنشوفها بتترجم في المؤشر اللي ظهر عن طريق منظمة الأغذية والزراعة اللي بيقول إن انكسار موجة ارتفاع الأسعار. طبعا في اسباب ثانيه بخلاف هذا السبب، يمكن هو الابرز على الساحه طبعا ان هو اللي يمكن هو كان من اهم اسباب التداعيات ارتفاع، لان على باساس ان روسيا واوكرانيا من اكبر الدول مصدره للحبوب، لكن طبعا في اسباب طبعا بالاضافه كده الى دخول موسم الحصاد في اغلب دول العالم، يمكن ساهم بجزء من كسر الموجه، لكن طبعا الاتفاق الروسي الاوكراني كان هو الاغلب او كان مؤثر في السريع في هذا المؤشر. تمام، هناك توقعات اقتصاديه عالميه طبعا قاتمه، وفي تقلبات لاسعار صرف العملات وارتفاع اسعار الاسمده وايضا ارتفاع مستوى التضخم، هل يمكن ان يؤثر على الانتاج المستقبلي وسبل عيش المزارعين حول العالم؟ كيف يمكن ان نتجنب تداعيات هذه الازمه خاصه في الشهور المقبله؟ طبعا النهارده احنا لو بنتكلم على التجربه المصريه او الواقع المصري، طبعا احنا تضررنا زينا زي دول العالم بموجة التضخم العالميه، لكن احنا الحمد لله النهارده بقى يمكن عندنا كان في يمكن خطوات استباقيه من 8 سنين قبل ما تحصل الازمه دي بالمره، كانت مصر وضع على نفسها خطط استراتيجيه ان هي تبقى في اعتماد ذاتي على النفس، النهارده اعتماد على المكون المحلي في اغلب الصناعات، يمكن هو ده اللي بيمثل الاقتصاد المصري النهارده ان هو قادر يتعامل مع مستجدات الامور، فالنهارده فكره الارتفاع المتزايد في الاسعار الاسمده طبعا تضررت منه القطاعات الزراعيه، لكن النهارده بنشوف النهارده منظومه الحكومه المصريه لدعم القطاع الاسمده والدعم الفلاح، واللي يعني خلقت بعض يعني المبادرات التمويليه للتخفيف على كاهل الفلاح ودعمه، شفنا دوت في منظومه القطن، شفنا دوت في منظومه القمح والمبادرات اللي قامت بيها الدوله، فدي صحيح. كلها اجراءات قامت بيها الدوله ساهمت في يعني ان الامور الدوله يبقى فيها مرونه في التعامل مع الصدمات، يعني بنشوف دلوقتي صدمات متتاليه، كانت كورونا، النهارده ازمه روسيه اوكرانيه، معدلات تضخم معدلات تضخم غير مسبوقه، بنشوف النهارده ايجابيه ومرونه في التعامل مع هذه الصدمات. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.